السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ورسالة جديدة من رسائل ربانية. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن رسالة مهمة للغاية شديدة الخطورة حول قول الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب نبيه داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هي دي الرسالة، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إيه معنى كلمة الهوى؟ ومنين أصلا بيأتي الهوى؟ بداية عايزين نفهم إن الهوى، هوى النفس ده يا جماعة، بعض الناس أعده عدو مستقل من أعداء الإنسان الأربعة. الإنسان ليه أعداء أربعة، وكنا ذكرناهم قبل كده في قول الشاعر وهو يقول: إني ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ صاحبنا ظن إن هو كده خلاص، هالك هالك لا محالة، لكن الله سبحانه وتعالى أورد آية في كتابه العزيز في سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. القضية بقى فين؟ الهوى، هوى النفس. أولا بس عايزين نفهم كلمة هوى، يعني إيه كلمة هوى؟ هوى في اللغة العربية بتدل على معنيين. أول معنى الخلو، ومنه سمي الهواء الذي بين السماء والأرض. شايفين الهوى اللي بين السماء والأرض ليه سمي بذلك؟ لأنه خالي، مفيش هوى، فبالتالي كلمة هوى بتدل على معنى الخلو، الفضى. معنى آخر بيدل عليه تدل عليه هذه الكلمة في معنى تاني لكلمة الهوى، ألا وهو السقوط. لما حد يقع يقول لك سقط، يعني هوى يهوي يعني سقط، فكلمة هوى يهوي يعني سقط. إذن كلمة الهوى في اللغة بتدل على المعنيين دول، الخلو أو السقوط. نيجي بقى في مفهوم الشرع، إيه هو الهوى وإيه خطورة الهوى وإيه هي الأمارات والعلامات اللي من خلالها أعرف هل أنا متبع لهوايا ولا لأ؟ هو ده اللي هنعرفه إن شاء الله من خلال حلقتنا النهاردة. أولاً كلمة الهوى في اللغة العربية بتدل على الميل إلى كل ما فيه لذة ومعصية من غير داعية الشرع، يعني بعيد عن الشرع الشريف. الإنسان عايز يشوف نفسه يأكل يشرب يرتكب محرمات يعمل كذا، ماليش دعوة أصلاً بالشرع بتاعكم، ده اسمه هوى النفس. وبالتالي هوى النفس ده من أخطر الأعداء اللي ممكن توديك في دهية، هوى النفس. وبالتالي الإمام البصيري بيقول إيه؟ بيقول: واصرف هواها، بينبهك، واصرف هواها وحاذر أن توليه، خلي بالك ما تخليهوش هو القائد بتاعك، وحاذر أن توليه. ليه؟ إن الهوى ما تولى يصمي أو يصمي، بيعيب أو يقتل. إيه بقى قضية هوى النفس؟ ومعناها باختصار إن الإنسان بيكون ماشي بدماغه، ملوش علاقة بالشرع الشريف، ملوش علاقة بالعقل حتى أو الحكمة، فهو ماشي من دماغه، يرتكب معصية مفيش مشكلة، يظلم مفيش مشكلة، يقتل عادي ولا في أي حاجة خالص. فده اسمه هوى، هوى النفس، يميل إلى كل شيء فيه لذة أو معصية بعيدا عن إطار الشرع الشريف. هو ده باختصار معنى كلمة الهوى. شوف بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث رائع وبيحذرنا من هذا الأمر، بيقول إيه؟ والله لا يؤمن أحدكم. يعني إيه لا يؤمن أحدكم؟ يعني مش مؤمن؟ لا، يعني مش هيكون مؤمن كمال الإيمان. هو مؤمن، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، جميل، لكن مش هيكون كامل الإيمان إمتى؟ حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الفعل اللي انت بتفعله ده هل هو اصلا الشرع جاء بيه موافق للشرع الشريف، ولا انت ماشي بدماغك وماشي بعقلك تظلم الناس وتقتل الناس وتشرب خمره وتزني وي بعيد عن طريق الشرع الشريف؟ هي دي المشكله. فالهوى لو انت اتبعت هواك بعيد عن الشرع الشريف او حتى بعيد عن الحكمه والعقل هتضل. وبالتالي شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا داود: ولا تتبع الهوى. هعمل ايه يعني لو اتبعت الهوى؟ فربنا يقول لك إيه؟ فيضلك عن سبيل الله الآيات. فالهوى ده أمر خطير جدا، وبالتالي
نقدر نفهم حاجة جميلة من خلال حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. إن في هوى محمود، هوى محمود، هوى محمود، يعني الهوى الأصل فيه الذم، إن هو بالإنسان بيميل لكل لذة ومعصية بعيد عن الشرع الشريف وبعيد عن القواعد وبعيد عن الحكمة وبعيد عن العقل لخ لخ. لكن في هوى محمود. إيه هو الهوى المحمود؟ إن الإنسان بيميل وبيحب كل طاعة، ده اسمه هوى. نفسه وصلت لمرحلة إن هو بيحب يقيم الليل، هوى في المسألة دي، هوى إنه يصوم اثنين وخميس، ده جميل، ده الهوى ده كده محمود، الميل، ميل النفس إلى الطاعة ده شيء محمود، وبالتالي بيكون فيه كامل الإيمان زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اللي احنا قلناه: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، ميله، ميل نفسه تبعا لما جئت به. طيب إذن فهمنا أن في هوى مذموم وفي هوى محمود. العلامات بقى والأمارات، إمتى أعرف أن أنا إنسان متبع للهوى وأن أنا كده رايح في طريق الهوية والضياع والهلاك؟ كثير من العلماء وضع بعض الأمارات والقرائن اللي من خلالها تقدر تفهم أن أنت إنسان صاحب هوى. من ضمن العلامات والأمارات أول حاجة خالص أن أنت ما تنظرش لعاقبة الأمر. يعني إيه ما نظرش لعاقبة الأمر؟ يعني النهاردة هنضرب مثال، الإنسان مريض القلب دوت، الدكتور بيحذره من طعام ومن أكل معين، جميل؟ صاحبنا بيحب الأكل ده، بيحب الأكل اللي فيه سمنة وي وي وي، مع أن الدكتور محذره منه، خلي بالك، بس هو آثر الشهوة بتاعته وميله لما فيه ضرر. ما هو كده هيتضر، هو ما فكرش إلا في لذة وقتية، هو ده معنى الهوى. فطول ما انت بتفكر في اللذة الوقتية بعيد عن العاقبة اللي ممكن تحصل لك حتى وإن كان فيها هلاكك، فانت راجل صاحب هوى وانت امرأة صاحبة هوى. النهاردة لما انت تبتعد وتقول انا مش هصلي، يبقى انت كده مش عارف عاقبة الامر اللي انت بتعمله ده ايه. النهاردة لما ما بتتبعش كلام اهل العلم وما بتتبعش الشريعة وتقول كلامي من دماغي، يبقى انت كده راجل صاحب هوى، مش عارف عاقبة اللي انت بتعمله ده هيوديك لفين، إلى غير ذلك. يبقى من ضمن العلامات إن الإنسان بيقوم بالفعل ولا ينظر إلى عاقبة أمره، عاقبة الفعل بتاعه، دي علامة. من ضمن العلامات التانية إن الإنسان بيكون يسارع، لو كان صالح بيسارع إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل وبيترك الفرائض. طب تيجي إزاي دي؟ أقول لك تيجي إزاي. الإنسان فيه ربنا سبحانه وتعالى فرض فروض، جعل لنا كده فيه فروض أساسية لازم تجيبها، ده واجب، وفي سنن بتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بيها. الإنسان صاحب الهوى يسيب الفرض ويمسك في السنة. الفرض إزاي؟ لو كانت امرأة مثلا، ممكن نلقاها ملهاش علاقة بمسألة الحجاب وي وي وي، عارية، ومع ذلك هي بتروح تعمل مائدة رحمن وتروح تتصدق وتروح تحج وتعتمر. طب الحج ده فرض ماشي، طب بتعتمر. هنا السؤال، هو حضرتك الفرض اللي انت سايباه ده مش واجب؟ واجب، بس انا مش قادر عليه، يبقى انت كده صاحبة هوى. بس انا كده مش قادر عليه، يبقى انت كده صاحبة هوى. طب حاجة تانية، النوافل دي تتثابي على اثاب. على فكرة احنا مش بنتكلم في مسألة القبول ان ربنا هيتقبل منها النافلة ولا مش هيتقبلها ابدا، احنا ملناش علاقة بدي، ده امر بينها وبين ربنا، وبنقول لها اعملي تاني وتالت ورابع، عسى الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا وعنك. لكن في فرض انت مضيعه، في فرض اسمه الحجاب. بالتالي نفس القصة في رجل صالح ملتزم قاعد طوال الليل بيقيم الليل، طب وبالنسبة حضرتك لصلاة الفجر؟ ولذلك احنا ذكرنا ان من تلبيس ابليس على الانسان ان هو يلبس عليه القصة دي، يضيع عليه الفرض علشان يجيب نافلة، ده صاحب هوى كده وان كان من الصالحين. يبقى اذا من علامات الهوى ان الانسان بيتبع وبيقوم بالنوافل وبيسيب الفرائض. من امارات الهوى برضك ومن علامات الهوى ان الانسان يبتعد كل البعد عن الشريعة، بيحكم فيها العقل، يقول لك انا دلوقتي الرابط بتاعي هو العقل، العقل ده بيحكم على كل شيء، هو الصيام دوت في حكمة؟ أنا شايف إنه ملوش حكمة، أنا شايف إنه هو بس امتناع عن الطعام والشراب وربنا بيعذبنا وخلاص. هو فرض ماشي، بس أنا مش شايف له أي حكمة، مع إن ربنا نص على الحكمة، وإحنا كنا اتكلمنا
عن هذه المسألة في الرسالة الأولى، وأن تصوموا خير لكم. طب ده اسمه إيه؟ اسمه هوى، بيتبع العقل، بيتبع التفكير بعيد عن الشرع الشريف. يبقى الإنسان دوت اللي بيعمله ده اسمه من علامات وأمارات اتباع الهوى. طب هيودي فين؟ فيضلك عن سبيل الله. ده برضك من ضمن العلامات ومن ضمن القرائن. نيجي أخيرا من ضمن العلامات، ودي مهمة جدا جدا يا جماعة للغاية، مسألة إن أنت تضيع الكفاءات. دي مهمة جدا للغاية. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا ضيعت الأمانة، فواحد سأله: وكيف تضيع الأمانة يا رسول الله؟ كيف تضيع الأمانة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. ده خطير جدا، دي مسألة بتجيب كوارث في الدنيا وتجيب كوارث في الآخرة. إن أنت تقدم واحد مش كفء لأي حاجة، سواء بقى في أي مجال من المجالات، لهوى، لميل في النفس. يا أخوانا لو إحنا نظرنا مثلا لهذا الأمر في المصالح الحكومية أو في غيرها في الأعمال الخاصة، هتلاقي الهوى ده موجود، عنده كفاءة وعنده رجل يعمل بجد ويوي، لكن هو بيقول لك أنا شكله مش عاجبني، مع السلامة. ده هوى، ده أنت كده تضيع نفسك. لو كنت رجل من أهل الأعمال الخاصة بقى أنت خسرت، ولو كنت من أهل الوظائف الحكومية فبتقرب اللي أنت عايزه وتباعد اللي أنت عايزه، وتدي دوت امتياز وحوافز وما تديش دوت، مش بناء عن عمل، لا، ده بناء عن هوى نفسي وميل. أنا بحب فلان اديله امتيازات، ده تبعي ما اديلوش. إيه ده؟ ده هوى، دي أمانة. ده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول أنك بهذا الفعل اللي أنت بتعمله ده اسمه تضييع للأمانة. طب وتضييع الأمانة ده اسمه إيه؟ ده اسمه هلاك في الدنيا وهلاك في الآخرة. بالتالي يا جماعة نقدر نقول كل واحد فينا يخلي باله من هذا الأمر، الهوى عدو خطير. علشان أنجو لازم أولا أحكم شرع الله سبحانه وتعالى، سواء بقى كان في العبادات، سواء كان في المعاملات، في أي شيء، لازم حاطط قدام عينيا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم. لو كان أمر بعيد عن هذه المسألة وبعيد عن شرع الله، بحكم الحكمة والعقل والقانون. غير كده أكون راجل صاحب هوى وأدخل تحت هذا الأمر الذي أخبر الله سبحانه وتعالى فيه لنبيه: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة ورسالة جديدة من الرسائل الربانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.